استفراغ تصريح من الوقفات الاحتجاجية مثل هذه الوقفة، ولكن المادة 73 من الدستور بتقول يجب على من يريد أن يتقدم بوقفة احتجاجية أن يخطر الجهة الأمنية. تمام. المتمثلة في وزارة الداخلية. المتمثلة في وزارة الداخلية، وإحنا تقدمنا بطلب لوزارة الداخلية وأفادتنا بأن يعني اخترنا وزارة الداخلية وتم الإخطار، وبناء عليه لم ترفض وزارة الداخلية بالوقف الاحتجاجية للأسباب المنوح عنها، ألا وهي ما هي الأسباب يا فندم؟ عدم الظهور في أي شاشة من القنوات جميعا بمظهر غير لائق، أو صدور ألفاظ غير لائقة في أي شاشة من القنوات، مش أكثر من ذلك. في ممكن تحضرك يعني الرسالة دي موجهة لمين بالضبط من الإعلاميين، أو الأسماء المقترحة مثلا للإعلاميين اللي هم خارجين بره النطاق المظبوط لبناء البلد؟ لم يكن إعلامي محدد ولا اسم محدد هناك في ذاكرتنا، ولكن هذه الرسالة موجهة لكل القنوات المصرية وكل الشاشات المصرية اللي هي بتخرج عن اللائق وعن الآداب العامة، عن الآداب العامة أو الشيء اللائق أو احتراما لمصر أولا وأخيرا. تمام. فلا يجب أن يكون شاشة مصرية أو قناة مصرية أو بالنسبة لنا إحنا أنها تصدر ألفاظا غير لائقة أو صورا غير لائقة، مش أكثر من ذلك. لا يوجد هناك مسار شرف إعلامي بين هذه القنوات، شخص معين بالذات لا يوجد. لا يوجد مسار شرف إعلامي بين جميع القنوات الفضائية والإعلاميين الذين ظهروها على الشاشات الفضية. هناك مواثيق دولية بذلك، ولكن هناك بعض الإعلاميين يخرجون عن هذه المواثيق ويتخذون ألفاظا غير لائقة، واحنا بنقف الوقفة الاحتجاجية دي احتجاجا على هذه الألفاظ والصور التي تخرج من الشاشة. شعبه بلدنا يطلع بره، لكن ما يجيش يقول إيحاءات جنسية في برنامج سياسي ويمسك ضابط بيحرسه وبيتعب وبيسهر وبيخرج من بيته عشان انت ايه، عشان تتريق على الجيش. من انت؟ أراجوز. ممكن باسم يوسف أو مين؟ باسم يوسف. سواء باسم يوسف أو سما المصري، الاثنين عملة واحدة. ده راجل ودي ست، والاثنين ما يفرقوش عن بعض. ممكن يردوا عليك يقولوا لك فينك من زمان، ما احنا بنقدم البرامج. لا 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 لا، اسفه جدا، انت ما بتقدمش البرامج. لا 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 لا، الايحاءات هات لي برنامج تقدم ايحاءات.